تجولت كاميرا الرشيد في منطقة الحرية الثانية والتقت بعدد من المواطنين الذين عبروا عن معاناتهم اليومية بسبب سوء الخدمات المقدمة لهم وقلة فرص العمل. والله الوضع كله خربان، والله خربان حيل حيل من قاعة. عجب. إيه ما بيع. شنو يعني من يا جانب؟ كل شيء، كل شيء. البيع والشراء. بيع وشراء. شو تريد أنت؟ كله خربان. المنطقة شلونها؟ والله المنطقة زينة بس راد لها شوية تعميرات. وين شلون؟ راد لها الشوارع، مش الشوارع. هاي المدرسة. هاي المدرسة. هاي فلشوها. والطلاب وين حولوهم؟ حولوهم على مدرسة لوك. يعني كل صف صار 50. وهالمدرسة عفوا تركوها، ايش باقوا؟ باقوا الشي المال، الشبابيج والطابوق والمقاول انهزم. هسه خلوها دار للزباله. خلف الله انا اقول لك، خلف الله على اهل الزباله. احنا ما نقول اهل الزباله، منظفين. يعني عندنا بالمنطقه بس المنظفين يشتغلون. يفصلون البلديه مال الحريه عن الشعله. ليش؟ ها؟ التعمير كله بالشعله. التعمير كله بالشعله. تعال استاخذك، استاخذك واخذ الكاميرا، طب وبك فرش في الفيضانات. تعال امشي، تعال امشي امشي. هذا الشارع، هذا الشارع اول مطرف، هذا الشارع. والله العظيم تروح علي يقول لك انا جوارك ايش ماكو. تروح لي تعال سوي عمر لنا هذا الشارع، يقول والله مخصصات ما جايتني. عندك واسطه يا اخي يطلع لك شو اسمه زفت شويه، يطلع وياك بيتك، صب باب البيت ماتك افك ويروح. اي اكو اخذك هسه، هسه اخذك فرح فرح، طبك هذا البيت، هذا البيت، هذا البيت. ما عندك واسطة الله عليك. تحكي مصر مخوش عربي. اي ما فما تقدر كل شيء تسوي. كل شيء ما تقدر تسوي. اي فصلوها. اه صار لنا سنين يابا فصلوها، فصلوها ما حد ما يدير النبات. والله ان شاء الله ملكن احنا نريد من الله ومنكم يكون الوضع زين، يعني جيد من ناحية المجاري، من ناحية التبليط، من ناحية غيرها. يا منطقة ها؟ المنطقة مالتك بالضبط وين؟ بالكاظمية. نعم. كاظمية شوية أهون. أهون أهون نعم. ومع ذلك هم نوبات تفيض. بس يجون يجون. يجون الناس تنظف وتسوي وشو. يعني يجوز هاي المدرسة مال أطفال؟ معدل دوامين أو ثلاثة، كل مدرسة معدل 600 إلى 650 طفل. دول شلون؟ يمهم مقلب مال النفايات؟ كانت هاي المدرسة؟ مدرسة حائط على حائط مدرسة وياها. فلشتها أمانة بغداد وصار أكثر من 10 سنين. مجرد أنقاض. ونفايات. نفايات. صف مدرسة مال أطفال. حاولت تروحون؟ ما ظل أحد. وين؟ مجلس البلدي، المحافظة، يا مسؤول اللي يجي نحكي وياه. فقط وعود. وعود. فقط. ما أعطوكم الحل، قالوا لكم نهائي. وهاي السنة العاشرة، أكثر من السنة العاشرة هاي المدرسة.